السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم في كوزينتي رايحين نحضروا مع بعض العشاء، رايحين نديروا باذنجان، نعمروا الباذنجان ونعمروا الطوماطيش وندخلوهم للفوق يتغراتينو. لهذا الوصفة نحتاجو 2 حبات تاع طوماطيش، حبة بصل خضراء يعني قسمتها اون دو لهنا، سنينات تاع الثوم، حبه باذنجان كبيره، والبهارات عندي زنجبيل، عندي شويه كرويه، الملح، شويه قرفه، وشويه فلفل كحل، عندي القليل من اللحم راح نرحيه، وعندي المعدنوس. نحتاجو لا كريم فريش، ونحتاجو الطاجين باش ندخلهم للفوق. فتو على بركة الله نرحو هذاك اللحم، نضيفو له هذا المقادير، نضيفو له المعدنوس. إذا كانت عندكم لا فيونداشي واجدة خير، تقطعو معاها هذاك البصل وترابو لها هذاك الثوم وتقطعو معاها هذاك الحشيش المعدنوس. أنا حطيت هذيك قطعة اللحم داخل في الغبو مع ذاك البصل والثوم والمعدنوس، ورايحة نرحيهم كامل مع بعض، رايحين يخرجوا لنا عقدة شابة ما شاء الله. بسم الله، انا وضعت كميه من المارغرين في المقله، راح نزيد لها شويه تاع الزيت، ملعقه تاع الزيت. دونك نجيب هذيك لا فيونداشي ونحطها في الماء تقلق. هذيك العقبه تاعنا بعد ما ترحت، هذاك الخليط راح نوضعه في المقله. نحطو مليح هاديك لا فيونداشي مع هاديك المارغرين والزيت، نحطوها مليح. تطيب طيب تماما، يعني طيب قبل ما طيب نضيفولها القليل من الماء، راح نضيف من بعد شوية تاع الماء، دوكا نضيفو شوية تاع البهارات، نخليها تقلى شوية ونضيف البهارات، نضيف هاديك الزيتيس. نضيفو هذوك لي زيتيس، نديرو هذاك الفلفل الكحل، القرفة، نزيدو الكروية، قليل من الكروية، والزنجبيل. الملح نضيفو من بعد كي نضيف شوية تاع الماء، نضيف الملح، نخلوهم يتقلاو شوية هكا، نقلوهم، بعد نديرو شوية تاع الماء باش يخرجو لو جو تاعو. كي نحط هذاك الماء نحط شوية تاع الملح، نستمر في الخلط، نقلوه مليح حتى يدخل فيه طياب تماما. انا درت مقادير قليله وانتم على حسب افراد العائله ضعفوا المقادير. راح نضيف نص كاس تاع الماء، نخرجوا لو جو تاع هذاك اللحم، نضيفوا كمية من الملح، نخلطوه، نخلو هذاك الماء ينشف، بعد ما ينشف راح يكون الحشو نتاعنا وجد. هاو نشف هذاك الماء تماما، انا شوفوا راهي غير لا مارغرين تحته، نطفي عليه،
الباذنجان قسمت الحبه على ثلاثه، نحيت لهم من اللب وراح نديرو يفور. يعني درت هذاك الباذنجان اللي يفور بعد ما نحيت له اللب، نقلبو على هذيك الجهه اللي خاويه نديروه يفور. نخلوه يفور حتى يطيب. هذيك الطوماطيش راح نحي لها هذاك الشابو تاعها، نحي اللب. هذاك اللب اللي نحيته لهذيك الطوماطيش راح ندير به اون صوص، راح نديرو فيها هذيك المقله اللي قلينا فيها اللحم، ما غسلتهاش بقات فيها هذيك البنه تاع اللحم. راح ندير هذيك الطوماطيش فيها، نكرازيها، نضيف لها سينه تاع الثوم في نفس المقله اللي هذيك قليت فيها داك لا فيون داشي، خليتها هكذاك، خليت ديك الزيت تاعها اللي بقات فيها. راح نضيف اللب تاع هذيك الطوماطيش، نضع داك اللب لهنا ونخدمو به اون صوص. راح نكرازو هاد الطوماطيش في هذه المقله وراح نضيفو لها لاكريم فريش. نكرازو هذيك الطوماط بالفشيطة، داك اللب قطعتو دوك راني نكرازي فيه بالفشيط. الحين نضيفو له القليل من صلصة من قشدة الحليب أو لاكريم فريش. أربع ملاعق هذا القشده، راح نضيف لها غير شويه تاع الزعتران وشويه تاع فلفل كحل وقليل فقط من الملح، نخليها غير شويه ونطفي عليها. راح نضيف القليل منها، نزيد ملعقه. شوية فلفل كحل نطفي عليها. قليل فقط من الملح، البانسي دو سيل. وشوية تاع الزعتر. نضيفو الزعترة، راح تعطي لها مذاق بنين، مذاق جميل. قبل ما نطفو عليها نضيفو القليل من الماء، نص كاس تاع الماء، نخلوها تغلي 5 دقائق ولا ونطفو عليها. هاي ديك لاصوص غلات، نطفي عليها نديرها من بعد في الطاجين مع هذوك الباذنجان والطوماطيش. هاو الباذنجان بعد ما فار، دوك راح نعمرو بهذاك الحشو. نعمر فان الطوماطيش، نعمر هذوك ثلاثه تاع الباذنجان ونحطوهم في الطاجين، نديرو لهم هذيك لاصوص تاع لا كريم فريش من تحت، ونديرو لهم شويه تاع الفرماج من الفوق، وندخلوهم من الفرن نخلوهم يتغراتيناو باسكو كلش راه طايب. أبغى الطوماط غير تدخل للفوق وطيب. حطوا هذيك لاصوص الداخل، خلوا القليل منها، بعد راح نوضعوا على هذوك الطوماطيش والباذنجان، نعمروهم ونحطوهم داخل على هذيك لاصوص. نفوتوا نعمروا هذوك الحبات، حبات الجال عندنا
كي كاين الفرن يعني قصدو شويه ملح بيطيب بنين او سخون، يعني عملت نعمل حبات على الطماطم فاهم، نكمل نعمرهم كامل ونحطهم في هذاك الطاجين. هاي الطماطيش مع داك الباذنجان بعد ما حطيناهم في الطاجين، حطينا انا هذيك الصلصه من تحت، دوك نضيفوا لهم شويه تاع الصلصه على هذاك الحشو، في الاغلب قليل من الصلصه، نضيف لهم القليل من جبن تشيزي ولا جبن مبشور، وحده من هذا التشيزي، راح نوضع قطعه على كل حبه وندخلهم الفرن يتكراتينو. هذاك الكاغي تاع تشيزي نقطعو على أربعة، وندي كل قطعة نحطها على نزيدو قطعة، خصنا قطعة صغيرة نزيدوها هكذا، نوضعوهم كامل على هذاك الطماطيش وال والباذنجان، دوك مبقى لي غير ندخلهم للفوق باه يطيبو. الطبق تاعنا بعد ما وجد هذا هو، يعني زينته بالمعدنوس او تكراتينو ما شاء الله، خرجوا روعة، ان شاء الله تعجبكم الوصفة وانكم تجربوها، شهية طيبة. الى الملتقى مع وصفة من وصفات كوزينتي، ما تنسوش تدعموني بلايك وتفعيل الجرس، وشكرا، سلام.